قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز هذه الكلمة تدل على القوة والشدة، العين والزاي يدلان على الشدة والمشقة، فمعنى عزيز يعني يشق عليه. ما الذي يشق عليه؟ ما عنتم، أي يشق عليه عنتكم. وما هنا مصدرية ليست موصولة، ومما يدل على أن العنت والمشقة قوله تعالى لما أباح من لم يجد مهرا للحرة أو ثمنا للأمة أباح له أن يتزوج بالأمة المسلمة بهذين الشرطين، قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم.